السلام عليكم ورحمة الله. نتابع اليوم السؤال الثاني، صفحة 164 طبعا عندي احسب قيمة كل من N و R إذا علمت أن، طبعا السؤال الثاني صفحة 164. إذا علمت أن، طبعا هون أعطاني علاقتين. العلاقة الأولى هي 2 توافيق N زائد 1 R زائد 1 يساوي 5 بتوافيق N زائد 1 R. طبعا بدنا نستخدم قانون التوافيق ونرتب المعادلة بالمجهولين N و R. 2 ضرب، هلا هون توافيق N زائد 1 هي N زائد 1 عاملي على R زائد 1 عاملي بفرقهم، فرقهم هو N ناقص R عاملي، بروح الواحد مع الواحد يساوي 5 ضرب. هلا توافيق هي N زائد 1 عاملي على R عاملي بفرقهم عاملي، فرق هو N زائد 1 ناقص R عاملي. هلأ نقوم بالاختصارات اللازمة. N زائد 1 مع N زائد 1 عاملي، ومثل ما قلنا دوما العاملي الأكبر هو اللي بيتحلل. طبعا هاد R زائد 1 عاملي، هاد R عاملي، حنحلل الكبير اللي هو هاد. أول مضروب هو R زائد 1، التالي هو R عاملي بN ناقص R عاملي يساوي 5 على، هلا هون R عاملي، هلا هاد العاملي طبعا أكبر من هاد هو اللي بده يتحلل، فهاد عبارة عن أول مضروب هو N زائد 1 ناقص R، الثاني حنطرح 1 حتضل N ناقص R، حنوقفهم عشان اختصرها مع هاي. هلا R عاملي مع R عاملي بتروح، و N ناقص R عاملي مع N ناقص R عاملي راحي. هلا حكتب اللي ضلوا، ضل عندي 2 على R زائد 1، وهون ضل عندي 5 على N زائد 1 ناقص R. هلا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، 2N زائد 2 ناقص 2 R يساوي 5 R زائد 5. هلأ بنقلهم على طرف واحد، 2N هاي بتجي لهون بتصير ناقص 7 R، والخمسة بتجي لهون بتصير ناقص 3 يساوي الصفر، وهي أول معادلة بالمجهولين N و R. هلأ العلاقة الثانية اللي عطانا إياها، 3 توافيق N R يساوي 8 توافيق N R ناقص 1. كمان هون حنرتب المعادلة، 3 توافيق N R هي N عاملي على R عاملي ب N ناقص R عاملي يساوي 8 ب N عاملي على R ناقص 1 عاملي بفرقهم، فرقهم هو N ناقص R زائد 1 عاملي. هلا أول شغلة N عاملي مع N عاملي راحت، حنحلل العامل الأكبر، العامل الأكبر أم R أم R ناقص 1، طبعا R عاملي هو الأكبر، بصير R ب R ناقص 1 عاملي ب N ناقص R عاملي يساوي 8 على. هلا R ناقص 1 عاملي حتضل عشان اختصرها مع هاي، هلا هذا العامل الأكبر هو اللي حيتحلل، حيصير عندي أول مضروب N ناقص R زائد 1، تاني إذا طرحنا 1 بضل N ناقص R عاملي. هلا R ناقص 1 عاملي مع R و N ناقص R مع N ناقص R عاملي، بضل 3 على R يساوي 8 على N ناقص R زائد 1. هلا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين يساوي 8 R. هلا حانقلهم على طرف واحد، بصير عندي 3 N ناقص 11 R زائد 3 يساوي الصفر، وهي هي المعادلة
تاني. هلا بنحلهم حل مشترك، حاضرب هاي بناقص 3 وهي ب2، حنوحد امثال ال n. هلا اذا ضربنا هاي بناقص 3 بتصير ناقص 6 n زائد 21 r زائد 9 يساوي الصفر. اذا ضربت هاي ب2 بتصير 6 n ناقص 22 r زائد 6 يساوي الصفر. هلا حاجمعهم، تروح الستة ان، هلا هدول مجموعهم ناقص ار، وهدول مجموعهم زائد 15 يساوي صفر. هي بتعطينا الار يساوي 15. هلا بدي احسب الان، بنحسبها نعوض طبعا باي وحدة، حعوض بواحد، 2 ان ناقص 7 ضرب 15، 7 بخمسة 35، 105 ناقص 3 يساوي الصفر. معناتها 2n ناقص 108 يساوي الصفر، وبالتالي الn 54. ونتابع الدرس القادم.